حيفا الإسرائيلية هدف صواريخ حزب الله، يمكن يكون واحد من أكثر العناوين دقة لوصف فيديو لصفارات الإنذار اللي انطلقت في حيفا. بمجرد وصول صواريخ حزب الله للمدينة الإسرائيلية اللي أصبحت هدف رئيسي لصواريخ الكاتيوشا، لأنها أقرب مدن إسرائيل الكبرى من جنوب لبنان وعلى بعد 40 كيلومتر بس من جنوب لبنان. ونتيجة لصفارات الإنذار المتوالية في حيفا، سكانها بيعيشوا بالقرب من الملاجئ في حالة رعب مستمرة. والدليل على كده هو فيديو لشرطيين من حيفا بيجروا في حالة من الذعر واضح في الفيديو بمجرد انطلاق صفارات الإنذار، طبعا نتيجة لصواريخ من جنوب لبنان. خلونا نشوف الفيديو. فيديو صفارات الإنذار اللي كان في حيفا وهروب جماعي للسكان من المدينة كان عليه تفاعل ملحوظ من المغردين العرب، ونهالت عليهم التعليقات. اخترنا لكم منها مجموعة، منها هنبدأ مع راشد. حساب باسم راشد كتب وقال: إسرائيل تعلن حالة الطوارئ في كامل البلاد، أحلى خبر وأجمل يوم. كمان كان في حساب باسم حبشي كتب وقال: الحل الأول لإصابة الهدف بدقة هو تعطيل القبة الحديدية. كمان كان في حساب باسم معتز محمد كتب وقال: خطأ فادح، منصات الصواريخ داخل المناطق السكنية.